باش هادك شمت البانكس لجنت لا بدا ادي سنت جهه تيميك اتن تعلمت كل ما تنين فعان لا حد دونيت ولا حد خرت. انتاج المسلم الامازيغي، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الامازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنه الله لا إله إلا هو رب الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، لا عز إلا في طاعته ولا ذل إلا في معصيته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأصلي وأسلم على خير الأحباب محمد وآله والأصحاب وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فقه لنا إلا ما فقهتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يبسفليد نحزنين سلام ربي في اللون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نضل بربي عز وجل حلم قرد أدح إبارك حل أقوالنا ولا حل فعلنا ولا حل علمنا. نرجع ربي تبارك وتعالى أدح قيس إسكر المغفرة مقرن المقرد إن شاء الله تبارك وتعالى إيرقيس نساول فيان من ناول حويش اللي بهرى إيقان المهمين حز زمانات أربدة تنيح الزمن إيقان الزمان شقا خاصة حمجال التربية التربية نتروى خاصة العلاقة نقل الزوج الزوجة أرقست مغارت. الله تبارك وتعالى أردتني يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. أربح الآيات أرحتني سلخلاصة المسؤولية للعائلة المسؤولية انتروى تقد تلوالدين ربي عز وجل أرحتني المهمة مقرن اللولة مستيقان تم الزوالو تمستيقان أن تعوان تروانغ تلأهلنغ باش تنجنب جهنم. يعني المسؤوليانك مقرن تجاه تروانك تقا أتنتعاون أدكش من سلجنت ورد الدود لا مناد على أكمل وجه أبلا إخش من تروانكس الجند باش هادكش من تروانكس الجند لا بدا أدي سنت جهة تيميك أتنتعلمت كل ما تنين فعان لا حد دونيت ولا حلي خرت. الأمور إن شاء الله تبارك وتعالى ليقا مهمين إراد تنظر إن شاء الله تبارك وتعالى حلم قرد نضل بربي أتي قبلي إن شاء الله تبارك وتعالى. الله عز وجل غل القرآن النبي صلى الله عليه وسلم غل القرآن بين يتمناو الأمور اللي همانين اللي يتعلقن سطر بيت نتروى يرقسن بدرغ إيان ربعة إن شاء الله تبارك وتعالى. تم الزوارد إيقت أن الله تبارك وتعالى ينعم في الله استروى تروانك لأبنائك قال النعمت مقرن اسمات نت الله عز وجل لحل القرآن بالبشارة بالهيبة بالزينة. أردتني الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. أردتني ربي عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا يعني تروى أراك تزيل حياتك
ارتر لحياتك درس المعنى كان زينة تسنت تروى قال بشارة أردتين ربي عز وجل وبشرناه بغلام حليم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. إذ قالت الملائكة إن الله يبشرك بيحيى. فالبشارة تقد أول اللي يصفرحن الخبر اللي يصفرحن فتروى أرصفرحن حدونيت يحفل لكن عمر ربي سلي سيقا مانسن أتك صفرحن حتى حلي خرت تسكرت. من بعد الزينة البشارة قال الهبة أردتين الله تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما رب هب لي من الصالحين ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواه. إذن قال الهبة قال البشارة قالت الزينة بمعنى قالت نعمت مقرن ربي لي كيف كانت الروايات وركت نفكة أشكوكي تعزيت دارك الجمال أشكوك مي تعزيت دارك من الجمال أوهو وركفة تروايات المقابل ورتنت خلصت ورست في توالو. قال المكرمة قال الهبة قال النعمة ماشي أشكو تجيتي ويسن فلان تجيتي ويسن مدن دارك يات المكانة إفايا كتر ويات وهو الله تبارك وتعالى اختار كي نقر من نوميدن ورس نفا ولكن كي إفاياك. أقول ما تسمعون ما كان فيه من خير وصواب فمن الله عز وجل وما كان فيه من خطأ أو سهم أو نسيان فمني ومن الشيطان وأعوذ بالله أن أكون جسرا تمرون عليه الجنة ثم يلقى به في النار. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا على حسن انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.